هي الأرض التي ولد فيها بعض أنبياء ورسل الله موسى وهارون ويوشع بن نون عليهم السلام وغيرهم. هي الأرض التي عاش ومر بها بعض أنبياء ورسل الله إبراهيم الخليل وإدريس ويعقوب ويوسف وعيسى عليهم السلام وغيرهم. هي الأرض التي كلم الله بها عبده ورسوله موسى عليه السلام. هي الأرض التي ذكرت في القرآن الكريم تصريحاً وتلميحاً في 28 موقعاً. هي الأرض التي أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بأهلها خيراً، فإن لها ذمة ورحمة. هي الأرض التي تنتسب إليها أمهاتنا هاجر وزليخة وماريا القبطية. هي الأرض التي منها سيدة من سيدات أهل الجنة آسيا بنت مزاحم. هي الأرض التي عاش فيها كبار الصحابة وكبار العلماء، ومات فيها آلاف الصحابة والصالحين. هي خزانة الأرض وخيرها يعم الجميع. هي أرض الأقباط والمسلمين والأرض المباركة. هي مصر أرض الصالحين. مجموعة من الجنود حكمت مصر والشام والعراق وكثيراً من الجزيرة العربية، وبالتحديد من عام 1250 وحتى 1517 للميلاد. أتوا من آسيا الوسطى عن طريق الدولة الأيوبية، وكان أصل قدومهم أن يقفوا بجوار الأيوبيين كجنود خاصة بالأمراء، ثم التحقوا بجيش الأيوبيين، ومع تدريباتهم الشديدة أصبحت لهم مكانة وحظوة عند الأمراء والسلاطين الأيوبيين، وتدرجوا في الحكم حتى أسسوا دولتين متعاقبتين، المماليك البحرية والبرجية، وكانت تلك هي بداية الحكاية. فتن وثورات وملوك تقتل في كل مكان، وعلماء من مذاهب متعددة، حالة من التعددية العجيبة. كلما أفل نجم مصر ظهر آخر، منهم القوي المسيطر على مقاليد الحكم، ومنهم الضعيف الذي لا يسير خطوة إلا بمشورة الأمراء والوزراء. ذلك كان حال مصر في عهد المماليك، وعلى الرغم من ذلك فقد ظهر نور من بعيد، نور أطل على فنون العمارة وترك أثراً في رياحين القلوب. كلما أظلمت الحياة تذكرناه بها. والحديث هنا عن شخصيتين، الشخصية الأولى هي أم السلطان، الشخصية الثانية هو السلطان شعبان. والحديث عن أم السلطان يجرنا إلى أن نحاول أن نلقي بعض الضوء عن مكانة المرأة في المجتمع المصري في فترة عصر المماليك. وهناك حالياً دراسات متخصصة أبرزت هذا الدور الذي كانت تقوم به المرأة في المجتمع المصري، وليس هذا الدور الذي يريد أن يفرضه علينا بعض المستشرقين أن كانت المرأة خاصة بمتع الرجال، ويصورون المرأة وهي مسترخية على أريكة ويخدمها الخدم والجواري وليس لها دور في الحياة إلا أن تنتظر الرجل عندما يعود لكي ترى ما يمتعه وما يدخل عليه السرور. لم يكن هذا هو دور المرأة، فالمرأة في كثير من الأحوال كان لها أدوار فاعلة داخل المجتمع المصري. فإحدى النساء كانت في العصر المملوكي هي رئيس الميرستان أو المستشفى الرسمي الذي كان موجودة في هذا باسم بيمارستان المنصوري، والذي كان بمثابة هو المستشفى العمومي لمصر، وكانت طبيبة ومديرة لهذا المستشفى، وتحت يدها عدد كبير من الأطباء وغير الأطباء من العاملين في هذا المستشفى.
وهذا يدلنا أن المجتمع كان يتقبل مثل هذه الصورة التي تجعل من المرأة لها هذه المكانة داخل المجتمع. وكان هناك من النساء وهناك مبحث بحثه بعض الباحثين حول من تلقى العلم على يد النساء في العصر المملوكي والمحدثات من النساء في العصر المملوكي، وهذا يدلنا على أن المجتمع المصري في هذه الفترة كان يتقبل المرأة قبول الذي يجعلها مشاركة للرجال في كافة الأمور ما دامت قد تأهلت لهذا الأمر. هذا المسجد سمي بمسجد أم السلطان شعبان، ويقع في منطقة الدرب الأحمر من المساجد الأثرية الهامة، وسمي بهذا الاسم لأن دفنت فيه أم السلطان شعبان وابنتها، وكذلك دفن السلطان شعبان وابنه في هذا المسجد. كما وصل إلينا عن طريق أهل المنطقة طبعاً والناس المحيطين بالمنطقة أن هذا المسجد كان في الزمن الماضي به مدرسة يدرس فيها العلم للطلبة المنطقة، علم العلوم الشرعية، وكانت في طلبة يأتون من الخارج من الهند يتعلمون ويتلقون العلم في هذه المدرسة. وكذلك كان في كتاب يحفظ الأولاد القرآن ويتعلموا فيه قواعد اللغة العربية والخط العربي. وهذا المسجد له شأن خاص من بين المساجد الأثرية، به كتابة بالخط الكوفي في كثير من أنحاء المسجد وعلى أبواب المسجد، وله باب عمومي من باب الأصلي للمسجد به كتابات بالخط الكوفي. من بين ملوك الفترة المملوكية السلطان الأشرف ناصر الدين شعبان بن حسين بن الناصر محمد بن قلاوون، الذي حكم في الفترة من 764 للهجرة حتى 778 للهجرة. يقول ابن كثير في البداية والنهاية: لما كان عشية السبت 19 من شعبان من هذه السنة، أعني سنة 64 و700، قدم أمير من الديار المصرية فنزل بالقصر الأبلق وأخبر بزوال مملكة الملك المنصور بن المظفر حاج بن الملك الناصر محمد بن قلاوون، ومسك واعتقل. إنه السلطان شعبان بن حسين الناصر بن المنصور قلاوون. فدقت البشائر. السلطان شعبان تولى السلطة وهو من عمره كان 10 سنين، وتولى لمدة 14 سنة حتى قتله مجموعة من المماليك، كسائر ما كان يحدث في هذا العصر من هجوم على من يتولى السلطة ليتولى آخر. فكانت في هذه الفترة هي نعمة السند والناصح الأمين لابنها، حتى استطاع أن يمسك بزمام السلطة بشكل قوي. فكان عندما تولى السلطة وهو صغير كان يطيح بسلطانه، وكان لعوبة في يد 2 من المماليك، من أمراء المماليك، فظلت وراءه حتى اشتد عوده، واستطاع أن يزيحه من الصورة. وعندما تعرضت بعض مدن الشام لحملات صليبية، وتعرضت كذلك الإسكندرية لحملة من حملات الصليبية، استطاع أن يقوم هو بالرد وأن يقوم بالوقوف أمام هذه الهجمات، حتى أنه استطاع أن يكون في محل السلطة عن حق، وذلك كان بمساندة وبدعم من أمه، ولذلك كان يحبها حبا شديدا. ومن غريب ما وقع أنه اشتهر بين النساء وكثير من العوام أن رجلا رأى مناما فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند شجر التوت عند مسجد درار خارج باب شرقي، فتبادر النساء إلى تخليق تلك التوتة وأخذوا أوراقها للاستشفاء من الوباء، ولكن لم يظهر صدق ذلك في المنام ولا يصح عمن رواه. ويعد هذا دليلا على انتشار الخرافات الشعبية وارتباطها بالدين في تلك الفترة، فترة كان المسلمون قد وصلوا فيها إلى درجة كبيرة من الضعف بسبب التشتت وتعدد الغزوات، ولم تكن الدولة المسلمة اقتصادياً أو سياسياً بحالة جيدة،
فأكثر سلاطين المماليك كانوا ضعفاء، وكان الحسد والتباغض والمؤامرات منتشرة بينهم، وما إن يعين والياً أو أميراً إلا ويتم قتله أو سجنه ويخلفه آخر، لكن وقفة رجال الدين في تلك الفترة كانت من الأهمية بمكان، فقد استطاعوا أن يحاربوا الجهل وينشروا العقيدة الإسلامية على قدر جهدهم. وحقيقة أن المسجد بناه السلطان شعبان ونسبه إلى أمه، ولكن كان بجواره مكان خصصته هي لكي يكون مدرسة للمذاهب الفقهية. يقال أنها كانت يعني مائلة إلى المذهب الشافعي والحنفي فقط أن يدرس، ولكن الرواية الأقوى أن كانت مكانا لتدريس المذاهب الفقهية بكل أشكالها. وصنعت بجوار هذه المدرسة ما يشبه التدرج، بمعنى أن المدرسة هذا جزء، ولكن قبل أن تدخل إلى المدرسة قد يأتي إلى المدرسة معك حيوان، فعملت سبيل ماء لشرب الحيوانات عند مدخل هذه المدرسة، ثم كتاب أعلى هذا السبيل، ثم في ظهر هذا السبيل سبيل للعطشة ولمن يريد أن يشرب من الناس. لك أن تقف أمام باب المسجد لتتأمل جميل صنع الفنان المسلم والمعماري الأصيل، فقد أتقن صانعه الزخارف وأفرده بالتطريز والعقود والتصاميم العزيزة، ووشحه بالزخارف المورقة والمقرنصات المذهبة، ثم حله بالكتابة الكوفية المحيطة به، وقد اشتملت على آية الكرسي، ويتأثر ذلك التصميم بفنون العمارة السلجوقية التي تهتم كثيراً بزخرف المداخل. يقوم على يسار الباب سبيل أقيم على وجهه حجاب هندسي من الخشب، وهو نموذج فريد من العمارة من ناحية التشابك الهندسي للخشب. ثم يقابلك المدخل الرئيس الموصل لردهة فيها صفة على يمينها باب يؤدي إلى الكتاب، وعلى يسارها باب يوصل إلى طرقة مستطيلة بصدرها باب مغطى بمقرنصات عليها كتابات. خواندة بركة اللي هي أم السلطان شعبان، هذه المرأة التي تحدث عنها الحجاج، أو إن الحج اللي تم في هذه الفترة لما قالوا إن دي حجة أم السلطان، كان المحمل يخرج بغذاء أو خرج من مصر بغذاء في الفترة دي لا يضاهيه أي محمل خرج من مصر. هذا السلطان شعبان طبعاً حكم مصر وهو طفل، سجن، ولما سجن فأمه كانت قوية في ذلك الوقت، فخرج من السجن ورجع مرة أخرى للحكم، وبدأ إن هو يكرم أمه لأنها يعني وقفت وراه في حاجات كتير، فبنى لها مبنى يعد من المباني المعمارية المملوكية البحرية العظيم. على يمين السالك من الدرب الأحمر إلى القلعة بشارع التبانة تحديداً بين باب الوزير وجامع المرداني، تجد مسجد أم السلطان شعبان. أول ما يظهر لك هو بابان، أحدهما بالشارع والآخر بحارة مظهر باشا، وبمجرد الدخول للمسجد يقابلك صحن محلم بالرخام النفيس والمنظر البديع، ثم دهليز على يمين الداخل وفيه تقع العين على الرخام الأزرق المطعم باللون الأخضر، منقوش فيه: الحمد لله أنشأ هذه المدرسة المباركة مولانا السلطان الملك أعز أنصاره لوالدته تقبل الله منهما. هذا المبنى يعني في حاجة يعني سبقه، يعني جده السلطان قلاوون بنى سبيل للحيوانات وحوله ابنه الناصر محمد إلى سبيل للعام، فلما بنى السلطان شعبان هذا المسجد بنى سبيل للحيوانات، ودي كانت دايماً يعني من النوادر، إن كانت الأسبلة بتبني للعامة للناس،
إنما هو يعني جده لما بنى السبيل للحيوانات فهو عمل زي جده بالضبط السلطان قلاوون وبنى سبيل للحيوانات وبنى مسجد لأمه يعد طبعا من المساجد المهمة في الضرب الأحمر. المسجد طبعا وجهته السبيل وله مدخل يؤدي إلى الكبة التي دفنت فيها أم السلطان. والمسجد طبعا القبة يعني المسجد في عمارته الإسلامية زيه زي كل المساجد وجهته وجهة ذات فنون إسلامية نباتية. بعد كده مدخل بيؤدي إلى القبة، القبة مرفوعة على مقرنصات، المقرنصات شكل هندسي خده الفنان المسلم من خلية النحل. بعد كده طبعا الصحن المكشوف إلى المسجد عبارة عن صحن مكشوف في منتصفه مكان للوضوء وأربع إيوانات أكبرهم إيوان القبل. يتميز مسجد أم السلطان شعبان بكثرة نقوشه من الداخل والخارج، فإلى جانب المحراب منبر خشبي بسيط ترجع صناعته إلى القرن الثاني عشر الهجري، ويكتنف هذا الإيوان قبتان، القبلية منهما أقيمت لدفن السلطان شعبان، وتلاه بعدها في نفس المكان ابنه الملك المنصور حاجي المتوفى سنة 814 للهجرة، والقبة البحرية أعدت لدفن خوند بركة، وقد دفنت معها ابنتها خوند زهرة، ويتوسطها قبر عليه كتابة ونقوش. جمعت واجهة المدرسة حوضاً لشرب الدواء يعلوه كتاب في المدخل العام، ثم سبيل، ثم ملحقات للمدرسة، وأخيراً المنارة، ثم التفاصيل العديدة المليئة بكل جديد ومحلى من الجمال والهيبة والروعة على أرض عرفت بأرض الصالحين.